المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم هذه الحلقة التفاعلية يعني في إطار تأتي يعني كتكملة لسلسلة من الحلقات التي ينظمها حول قضايا متنوعة في مجال حقوق الإنسان. هذه الحلقات تهم يعني بالذات رئاسة بلادنا لمجلس حقوق الإنسان اللي كيف كتعرفوه هو أعلى هيئة أممية تهتم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الدولي. إذن كما كتعرفوا أن البلاد ديالنا انتخبت في مارس الماضي، وهذا الانتخاب جاء يعني بطبيعة الحال كاعتراف بالجهود التي بذلتها بلادنا على كافة المستويات. هناك المستوى الدستوري، كما تعلمون المغرب اعتمد وثيقة دستورية اعتبرت كميثاق للحقوق والحريات. على المستوى التشريعي أيضا هناك مجموعة من القوانين التي صدرت ويعني في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان ببلادنا وحمايتها، وخاصة مثلا قانون الصادر المتعلق بمثلا محاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة. هناك أيضا القانون الخاص بمحاربة كافة أو محاربة الاتجار ضد البشر. أيضا على المستوى المؤسساتي هناك إصلاح مجموعة من المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان اللي تم الإصلاح دياله سنة 2018، وضبط من أجل أن يطلع بمهام ثلاث آليات جديدة. الآلية الأولى هي تسمى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واللي باشرت مجموعة من الزيارات اللي بلغت تقريبا تجاوزت 100 زيارة بمختلف أماكن الحرمان من الحرية. عندما أقول أماكن الحرمان من الحرية فأنا أعني بذلك المؤسسات السجنية ومخافر الشرطة والمراكز التابعة للدرك الملكي وباقي الأماكن الأخرى. أيضا الانتخاب ديال المغرب هو اعتراف أيضا بالجهود التي تحققت على المستوى السياسات أو استراتيجيات. كما كتعرفوا كانت عندنا خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذه الخطة اللي الآن الحكومة الحالية تعهدت بالتحيين ديالها، لحد الساعة ما كاينش يعني المبادرة من أجل تفعيل هذا التحيين، ولكن كاين كما كنقولوا جهود على مستوى التخطيط الاستراتيجي. شاركنا كمنظمة دولية في هذه الندوة المهمة، وهي تم تتمحور حول يعني تفاعل المغرب مع منظومة حقوق الإنسان، منظومة حقوق الإنسان والمنظومة الدولية، وقد تركزت على ثلاث مرتكزات. المرتكز الأول وهو تحدثنا عن مسار التطور الحقوقي بالمغرب ابتداء من الإنصاف والمصالحة سنة 2004، تبعا كذلك إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دستور 2011 اللي هو دستور حقوقي بمعنى الكلمة، إحداث مؤخرا الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، آلية حقوق الطفل، كذلك التفاعل مع الآليات الدولية. والمغرب يعني لديه يعني صيت مشهود له بالتفاعل مع الآلية الدولية بما في ذلك الاستعراض الدولي الشامل من خلال تنفيذ التوصيات مجلس حقوق الإنسان، كذلك استقبال المغرب لمجموعة من المقررين الدوليين. وأظن أن المغرب استقبل أكثر من 12 مقرر دولي في مجال حقوق الإنسان. المرتكز الثاني وهو ما هي دور المجتمع المدني في دعم رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان. المجتمع المدني هو عنصر مهم ومن العناصر التي تنبني عليها اشتغال الأمم المتحدة، لأنه هو اللي كيطالع على ما كيعطي وضعية حقوق الإنسان في المنطقة. إذن هون دور المجتمع المغربي سواء الدولي سواء المغربي مهم في هذا المجال اللي يعطينا صورة ويعطينا. هون لابد من المجتمع المغربي يكون يعني يتفاعل مع الآليات الدولية من خلال التقارير، من خلال المشاركة في مختلف يعني الفعاليات الدولية.